انا عايزكم يعني ايه تستمتع بالمذاكره. المذاكره دي مش تقدير حاجه عكننه، لا، المذاكره متعه، متعه. عيش المذاكره تتمتع، تتمتع زي بالظبط الصبر. انت ليه تصلي؟ تبقى قاعد تصلي وانت متقدر ولا متحرك؟ متحرك. ما في واحد يعني عايز يخلص بقى، يلا يا حونا بقى نخلص، نخلص ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ احنا بيه. في واحد بيتمتع بالصلاه، واحد بياخد تكبير، واحد بيتمتع بالمذاكره، وواحد بيعمل مذاكره ايه؟ تكبير في البيت. هي الفضل. ازاي تتمتع بالمذاكره؟ عشان تتمتع بالمذاكره صح، اول حاجه اللي انت قلت ايه؟ استشهد بمذاكره البيت. ده حياتك مستقبلك. جايب لها البلد. احساسك بأهمية الموضوع يخليك تقبل على المذاكرة وانت ايه؟ ماشي؟ الحاجة التانية ذاكر صح. ذاكر صح زي ما اتفقنا، جزء من المذاكرة بيتم ازاي؟ وشغل المهارات كلها. الحاجة التالتة انك تعود وانت بتذاكر كل شوية كل شوية استحضر هذا بتاعك كبير. انا عايز ابقى حاجة عظيمة، عايز ابقى عالم كبير. ده يخليك انت قاعد ايه؟ تتمتع بالمذاكرة. ما تبص بقى للناس العظماء، ما تبصش، ما معيش حد في الدرس بيذاكروا، ده انا احسن واحد فيهم، مجموعة خايبين، ما تقارنش نفسك بالخايب، قارن نفسك بالعظيم. ايوه ماشي؟ طيب. اتفضل. ما احنا اتفقنا بقى، انت تعمل جدول وتقسم فيه. وقت التمرين حطه، بس حط معاه وقت المذاكرة. مش مانع. ما انا قلت لك اهو، انا وقت عندي تمرين من كام؟ من 3 ل 6، صح؟ مثلا يبقى انا عامل حسابي وراح التمرين، قبل ما اروح التمرين اذاكر ساعتين، ولما ارجع اذاكر ساعتين، انا اربع ساعات بتوع لو انا حاسس ان انا تعبان يبقى اذاكر قبلها، ولما ارجع اريح، ولما ارجع سته ممكن اريح ساعه وبعد كده اذاكر. بس لازم اعمل جدول ايه؟ مذاكره. لازم اعمل جدول مذاكره. ماشي؟ سجل اليوم اتفقنا. نعم. حتى بس لو انا قسمت مثلا مرتين في اليوم هذاكرهم مره وارجعهم مرتين ثلاثه برضه لازم اخلص طبعا. انا عايزك بص، انا مش جاي اكترك مذاكره، انا عايزك وانت بتذاكر انك تذاكر انك تقرا جوهريه. مفيش كلمه تروح منك. يعني ذاكرت الماده مره اثنين وثلاثه وعشره، خلصتها رجعت تاني وثالث وعاشر. طول ما انت عندك وقت ذاكر تاني. ماشي؟ يعني عيش انك بتذاكر تبقى الاول على ايه؟ على جمهوريه. اتفقنا ان الزمن تخش في النوع. جلسة المذاكرة واحدة لا تقل عن ساعة، يعني عرف ساعة وما تزيدش عن ساعتين. يعني ايه ما تزيدش عن ساعتين؟ يعني قعدت اذاكر ساعتين لازم بعد ساعتين اريح 10 دقايق وافصل. خلاص؟ عدد المواد اللي اذاكرها في اليوم 3 مواد كل يوم. ماشي؟ لحد ادنى. ابدا باسهل مادة ثم اصعب مادة ثم الاقل صعوبة. ابدا بايه؟ بالسهل ثم الاصعب ثم الاقل ايه؟ صعوبه. وخدت بالك وقت الراحه. ماده سهله ساعه، ماده صعبه ساعتين، ماده اقل صعوبه تبقى ساعه ونص. دي كلها مقترحات ممكن تعدل فيها وتغير. ده النوع. الكم مهم جدا جدا جدا. احذر ضياع وقت الحقوق. خلي بالكم احنا عندنا مرض خطير جدا انتشر في وسطنا. الناس تسهر بالليل وفي ناس تنام بعد الفجر. نعم؟ ويصحى الظهر ويصحى العصر. دي اخطر حاجه بتدمر خلايا المخ. يصحى مفيش تركيز، يصحى مصدع، ماليش نفس المذاكره، هكذا. خلي بالكم، خلي بالكم. كل الدول الاوروبيه اللي احنا بنقلدهم للاسف بيناموا الساعه 8 9. يعني الواحد لو راح هناك اوروبا الساعة 8 تمشي مفيش حد في الشارع. والساعة 6 الصبح تكون نازل شغل. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ بارك الله ايه؟ في بكوت ومشي. ما تسهرش كتير بالليل. 11 تكون نايم، تخلص حاجة 12. اصحى الفجر واستفيد بوقت الفجر. هتلاقي في بركة عالية جدا جدا. لما العلماء جم درسوا وقت الفجر وجدوا نسبة الأوزون بعد الفجر تبقى عالية. بيعمل ايه؟ بيزود الذاكره وبينشط الجسم. هات كلمه اتفضل. بس ممكن ارجع ان انا الليل اللي اسكن فيه تمام فيه والصبح
جزاك الله خير. فاحنا عايزين يا شباب ابداوا منظموا وقتكم هذا الامر. استغلوا وقت ايه؟ الجمهور. وما تصغرش بالليل كتير. ماشي؟ طيب ايه كمان؟ ومش كل شويه تعمل جدول. لا. ويبقى كل تفكيرك ادمان جداول، ابدا جدول واستمر عليه. وخلي الصلاه تنظم لك وقتك. والصلاه تبقى في المسجد. الصلاه تبقى فين؟ في المسجد. مين اللي بيصلي في البيت؟ النساء. ماشي؟ اللي صلاه البيت هو مين؟ النساء. لا صلاه لدرجه المسجد الا فين؟ وانت رايح المسجد ده احسن وقت تنشيط لك ذاكر لك ساعتين وانزل المسجد ويطلع. ساعه وانزل المسجد ويطلع، ده يعمل تنشيط وقت راحه وقت لاعاده سريان الدم وحاجات كتير جدا جدا. لكن ما تصليش فين؟ في البيت. خلاص يا شباب؟ وفي ناس بتعمل ايه بقى؟ تيجي تعمل ايه؟ تروح كده بس قد المغرب نايمه، تصحى على العشاء. تروح رايح منه ايه؟ حتى غلط. نظم وقت المذاكره مع وقت الصلاه. تمام؟ في مهارات بقى. نعم. يعني ايه يوم وادمان الجدول؟ وادمان الجدول يعني ايه؟ يعني تروح النهارده اعمل جدول، خلاص كده؟ وبعدين تيجي تاني يوم مش عاجبني الجدول ده، اعمل جدول تاني. بعد يومين لا ينفع ولا ده ينفع، اعمل جدول تاني. كل يوم تعمل جدول وتضيع وقت، اسمه ايه؟ ادمان الجدول. ماشي يا شباب؟ طيب. يعني اتفضل. ساعات بس بيبدا قبل المغرب وبيبدا بعد العشاء. هنا بقى انا بتكلم مع الاستاذ وبنظم مع الاستاذ بعد اذن حضرتك، احنا ناس مسلمين وما ينصحش احنا بعدين في الدرس والصلاه بنصلي تحت. وهو يغير عشان لو ما غيرش سيبه وغير طريق من درس ثاني. ما ينفعش الصلاه قبل المغرب؟ لا ما ينفعش. شرط من شروط الصلاه قلنا العلم بدخول الوقت. يعني ما ينفعش اجي قبل العصر خمس دقايق اصلي العصر اصلي المغرب، ما ينفعش. ماشي؟ ده لو كنت سافر ده السفر ليه نظام تاني. خلاص؟ في مهارة تنظيم الوقت والقراءة السريعة والحفظ والتسميع والمراجعة.